مثل ما سمعنا هذا هو مقام النهواند. مقام النهواند دليل المقام هو مي بيمول ولا بيمول وسينس بيمول، وتأتي السي بكار عرضية على المدرج. مثل ما عزفنا ومنشوفه هلا كيف الأصابع، ترتيب الأصابع. إذا عندنا الدو الأصبع الثالث على وتر الخامس، الري مطلق، مي بيمول الأصبع الأول على الوتر الرابع، فا الأصبع الثالث على الوتر الرابع، صول مطلق، لا بيمول الأصبع الأول على الوتر الثالث، سي بكار بالصعود الأصبع الرابع، دو مطلق، وبنرجع سي بيمول الأصبع الثالث، لا بيمول، صول، فا، مي بيمول، ري ودو. إذن مقام النهواند هو مي بيمول ولا بيمول سي بيمول، وتأتي السي بكار عرضية على المدرجة. كيف بدنا نتمرن على هذا السلم؟ هلا بالبداية لازم ناخذ مثل ما عزفنا بالأول هو زمنين، بعدين ناخذ زمن واحد، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. يستحسن يكون مع اللفظ لحتى نعود صوتنا انه كيف نقدر نتحكم بالصوت ونعرف العلامات وما نضيع. بعدين بأسرع شوي بنعمل دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو، ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. طبعا الريشة صد رد، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري دو. وهذا هو مقام النهواند. طبعا احنا عندنا ثلاثة نهواند، ولكن احنا راح نستخدم هذا والباقي راح يجينا بفيديوهات القادمة، وشكراً.